نروح لسيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي اللي بيعلن النهارده عن سلبيه تحليل الرابيد تيست. ده طبعا بديل مسحه بتاعه كورونا. النهارده التحليل ده تحليل دم اجراه جميع اللعيبه بالجهاز الفني والاداري امبارح استعدادا لمواجهه حرس الحدود بكره. الاهلي اجرى هذا التحليل زي ما قلنا امبارح، والحمد لله الامور يعني الطبيه في الاهلي مستقره، وده طبعا ان النادي الاهلي وفرقته باجهزته برضو بجهازه الفني ملتزمين باقصى الاجراءات الاحترازيه المشدده لو فينا نقول، وتم الاتفاق عليها مع برضو اتحاد الكوره زي ما عارفين واللجنه الطبيه من بدايه المشوار خالص. صحيح. يعني بدايه ما اعلن عن كورونا وهذه الاجراءات مطبقه في النادي الاهلي بشكل كبير جدا وصارم جدا. صحيح. احنا دلوقتي طبعا لسه مع اخبار النادي الاهلي معانا تقرير نشوف استعداد النادي الاهلي للمباراه المهمه، مهمه جدا امام حرس الحدود بكره ان شاء الله. نشوف التقرير ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه.